خلال الست أشهر القادمة إذا ما حصلت حرب كونية سوف يكون هناك اتفاق دولي على توزيع النفوذ بالعالم ما بين هالمحورين، وهالمحورين الحقيقة يشابه محوري ماكو المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي أيام الاتحاد السوفيتي وأمريكا روسيا الاتحاد السوفيتي. نعم الاتحاد السوفيتي، هذا يحقق مصالح الحقيقة الدول العظمى وليس مصالح الشعوب الفقيرة. هذا اللي يحصل، احنا امام ست اشهر قادمة هذه اذا ما حصل بها يعني تصادم يصل الى حد الحرب النووية كما هنالك انباء شبه مؤكدة، اذا ما حصل هذا يعني 50% لا يحصل، 50% الاخرى انه يصير اتفاق دولي سوف يعني تكون امريكا واوروبا حاضرة به بقوة لغرض توزيع النفوذ، ومنها قضيتين اساسية في الشرق الاوسط، مستقبل ايران حقيقة ويرتبط ذلك بمستقبل العراق. خلاص أكو قضية مو لأجل مصلحة الشعب العراقي، هذا النظام في العراق ما حقق أي مصلحة لا لأمريكا ولا لأوروبا، بوق ونهب وسلب، والفلوس تروح غسيل أموال في إحدى البنوك الخليجية، اليوم بالمناسبة اليوم وضعوها تحت الإشراف الدولي هذه الدولة الخليجية، والإشراف على رقابة البنوك مالتها، وتروح الى بريطانيا وقسم من عندها بايران وقسم من عندها بلبنان. والله يعني اموال الشعب يعني خلص وقتي فلذلك هذا هو الرؤيه للمستقبل العالمي السادس.